أوشاي يلعبها أمامية. ها هي الكرة لفريق الجيش الملكي. حلوة 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 اللعبة حلوة. 1-0 نعم 1-0 تمكنوا منها وضربوا الدفاعات وسجل منها اللاعب على ما يبدو توفيق أجروتن. 1-0 لفريق الجيش الملكي. لاحظوا الكرة كيف تغير سيرها وخدعت المدافعين. وتوفيق أجروتن لم يكذب خبرا، لم يكذب خبرا اللاعب صاحب الخبرة توفيق أجروتن. توفيق أجروتن اللاعب الذي يبلغ من العمر 27 سنة. إذن 1-0 1-0 يا لها كرة بالفعل. ها هي كرة كيف يعني المشكلة أنه الدفاع متقدم كثيرا اللي هو اللاعب ماموسيون، ماموسيون اللاعب المدافع الإفريقي بفريق الأولمبيك الإخريبكي. الكرة مرت من فوقه وكانت سهلة على توفيق أجروتن ليستغلها ويسجل الهدف الافتتاحي. جمال آيت بالمعلم أو جمال آيت لمعلم، هذاك إسماعيل بن معلم لاعب لاعب تطوان لاعب الرجاء سابقا. وكرة رأسية الهدف الثاني. رأسية روعة، رأسية روعة بلا رحمة. مهدي بالرحمة، مهدي بالرحمة يلعبها قوية من فوق الحارس. 2-0 2-0 للجيش الملكي. وأول ما يذهب ويعانق يعانق مدربه بعد هذا الهدف. كرة رأسية مستحيلة على مروان فخر. كرة عالية من اليمين وارتقى وما ارتقاش معه حدا والكرة كانت صعبة. والجيش الملكي يتقدم بهدفين وكأنه يقترب أكثر فأكثر من الدور قبل النهائي للبطولة التي يريد أن يعود ويتوج بها بعد أن غابت عنه أكثر من 8 سنوات. 2-0 للجيش الملكي. رأسية رائعة وارتقاء يعني مهدي بالرحمة لاعب مش يعني مش طويل القامة ورغم ذلك وصل للكرة، ارتقى بطريقة رائعة لعبها يعني كان محمد مروان فخر حارس المرمى مستحيل عليه. ها هو حتى غاضب من اللي جعلوا الكرة طبعا يعني زملائه جعلوا طبعا صاحب الهدف اللي هو مهدي بالرحمة يلعب الكرة بالرأس بدون